عرفت بقى ان محمد حفظي، محمد دياب، كلهم طالعين فيلم اشتباك كان، وسمعت كده ان مصر كلها 30 حد رايح وفيلم اشتباك داخل كان وبتاع، فكلمت محمد حفظي اعرفه من بعيد. محمد حفظي منتج جميل ويعني منتج جميل بس انسان اعرفه رائع. بالظبط، طبعا فاتصلت بيه انا اعرفه يعني اجتماعيا، فكلمته قلت له انا عارفه انك ما تعرفش اني بمثل، بس انا بقيت امثل ونفسي اجي كان واقابلكم كلكم، بقالي كتير مش في مصر ونفسي. قال لي تعالي بس مش عارف هتعملي ايه يا شهيره، لانه ده يعني ده من دعوات وبتاع. بدعوات وكده هنساعد لكن مش هنقدر نساعد قوي يعني. المهم رحت قابلتهم كلهم، شفتهم كلهم، رحت فيلم اشتباك وقعدت كل يوم ما عنديش بادج، هما بيخشوا بقى القاعات عندهم بادجات وكده اهو. قعدت على قهوه قابلت واحد كوري قعد برضو مش لاقي حاجة يعملها، قال لي أنا أصلي هنا عشان انت فيلم. قابلت جين سين جونج هونج جونج مش عارف أيوة يعمل هونج سونج سو كده ده، ايه ده قابلت هونج سونج سو لا بالراحه عشان بس اسمه هونج سونج سو هونج سونج سو صح. أنا قابلت الممثل بتاعه اسمه قابلتيه في يونج، كان قابلته في كان في أول يوم افتتاح كان، كل الناس دخلت الحفلة وأنا قاعدة بقى في قهوة مش لاقي حاجة أعملها، والقهوة فاضية والشوارع عشان هي ما فاضية. دخلتش الحفلة من أيوة هو ما عادش كله دعوة فاضي. بالظبط. وهو جه قعد وقعدت انا ابتديت الحديث معاه، فقال لي انا عندي فيلم هنا وبتاع. بعد 4 ايام قلت اروح نفس القهوه يمكن يدعوني الفيلم بتاعه اروح اتفرج عليه ولا حاجه يعني اشوف. دي ماشية يعني على عيلتها باب قرب الله. عيلتها قرب على باب الله بالظبط كده، مش لاقي حاجه اعملها. فرحت قعدت بعد 4 ايام رحت له، لقيت كل القهوه دي من جنوب من كوريا الجنوبيه هونج كلهم هونج سونج كلهم سونج بالظبط، كلهم من كوريا الجنوبيه. ولقيته بيعرفني على المخرج، والمخرج بيقول لي انت ليه قلتي له ان انت ممثله؟ انا دورنا عليكي على الانترنت لقينا مهندسه لكن ما لقيناش ممثله خالص. قلت له انا قلت له اني درست التمثيل سنتين لكن لسه ما مثلتش وفي حاجه يعني، وانا فعلا معماريه. قال لي طيب انا بصور فيلم هنا لو احتجتك هنكلمك، بس حطي نمرك مع المنتج بتاعي واحنا ايه لو احتاجناكي هنكلمك، واحنا هنصور اسبوعين على هامش المهرجان بنصور فيلم، فيلم طويل. ده جاي لك مخصوص يعني. الحمد لله يعني الحمد احسن لله. حاجه حصلت لك ان انت ما لقيتيش دعوه الافتتاح. بالظبط بالظبط. وكنت زعلانه، كنت قاعده بره والله زعلانه، قلت يا احمدك يا رب يعني. بس جالي بعد 3 ساعات جات لي تليفون، شهيره انزلي، 3 ساعات 3 ساعات في نفس اليوم، انزلي هتصوري حالا بس عايز يقول لك انزلي شوفيه هيقول لك هتعملي تلبسي ايه ايه وتلبسي ايه ويشوفك وتحضري وتنزلي بقى. فنزلت قابلته قال لي كام حاجه، طلعت عملت كل حاجه في يعني جري، نزلت قعدت لقيت بقى المنتج جاي كده في وداني يقول لي انت عارفه مين جاي دلوقتي هتمثلي قدامه؟ قلت له مين؟ هم كلهم كوريين. قال لي ممثلة فرنسوية نمرة واحد. قلت له مين؟ قال لي ايزابيل بير. طبعا انا يعني هي صورها السنة دي كانت في كل الشوارع كان، عشان كان عندها فيلم كبير جدا في الافتتاح يا خبز كمان، فصورها في كل حتة في يعني الشارع. حاجة تخليكي تجري. الحمد لله. ما انا خفت. ما انا قلت له كده، قلت له ليه قلت لي؟ ما انا قاعدة اهو ولا اعرف حاجة وكنت تسيبني امثل وانا عمري ما مثلت اصلا على كاميرا يعني، وبجد لان احنا في المسرح ما عندناش كاميرا. فسيبني اعمله وبعدين قول لي هي مين، بس مش لازم تخوفني يعني. المهم هي جت وهو كان لطيف والمخرج لطيف وكله، وهي كانت هايله، وعملنا بروفا 3 مرات. المشكله مش هي، المشكله فيك انت. ايوه احنا عارفين انها هايله. لا لا بالظبط كده. يعني ايه اللي حصل بقى؟ انت عملت شوت واحد معاه. عملت شوت واحد معاه. طب عم صورتيه بقى ازاي؟ عملت كام بروفا وكام واحد؟ عملنا 3 مرات بس. بروفا؟ لا ولا بروفا، بيصور على طول كاميرا على رول طول. على طول. ثلاث مرات كاميرا ما رول. كوريا بقى ما فيش تفاهم. مفيش تفاهم. وبعدين خلاص ساعدته 3 مرات. 3 مرات نتيجه غلط عندك في 3 مرات؟ لا. ليه بقى؟ لان هو كمان المشهد عفوي يعني، قولي كده قولي كده مش هتحفظي، هي انتوا الحوار عن الموضوع ده فاقعدوا اتكلموا مع بعض كأنكوا صحاب. فطبعا كان بيحصل ساعات لخبطه، هي تبتدي انا ابتدي نخش في بعض لحد ما ايه يعني كانك ما مثلتيش تقريبا. بالظبط. هو اكيد ما مثلتش ما حسيتش بيها. خلاص هو ده دورك؟ هو ده دوري في الفيلم كله. في الفيلم كله. فالمهم انا روحت وكده، بعد 3 ايام ندهوني تاني، افتكرت هيجي لي دور تاني. قالوا لي لا ما هو كده خلص، واحنا خلصنا الفيلم في اسبوع خلصوا. قدام فيلم خلص قالوا لي قالوا لي بس دورك انت فاكره انه قليل؟ هو شكله قليل لكن احنا 5 ممثلين،
فاسمك هيبقى على الافيش على كل حاجه. كويس الفيلم يعني. ما فيش غير خمس ممثلين في الفيلم. شي جميل تجور ماشي سويت انا فاهم باسكو سي لا كلور جميل لا بروجيكسيون.